هنا دلوقتي الشامبر بتطهر، هنا البال بتطهر. كم بال؟ أربعة. اثنين مع سيميلون. طيب بس ما كنش ما حاولش أنسحك. نيجي بقى الحتة بقى الجنينة اللي هي ايه؟ طب قبل ما نجيلها اشرح حتة تانية كده. بيقول لك والله هل الدورة الدموية دي يا جماعة هي السيركيوليشن، هل هي كونتينوس ولا انتربتد؟ يعني هل هي يعني هي دايرة لها بداية وبدايتها هي نهايتها؟ ولا مقطعة؟ لا كونتينوس. كونتينوس بس احنا هنقسمها يا جماعة لاتنين سيركيوليشن. الاتنين مين؟ سيركيوليشن. ده مثلا لو انا ابتديت من البلد النقطة دي. همشي وبرضه هرجع لفين؟ نفس النقطة دي حاجة؟ بس السيركيوليشن مين كونتينوس؟ ولكن يا جماعة السيركيوليشن قال لك ده في نوعين من السيركيوليشن. طب ليه خدناها في ابتدائي برضه واعدادي؟ يقول لك دوره دمويه شهرة، دوره دمويه اي دوره اي بص اي سيركيوليشن تبدا ببطين وتنتهي بجزئين معاكس. كلام بالعرب تبدا ببنتكل وتنتهي بايتين معاكس. يعني ازاي؟ يعني نص معاكس. الدايره دي والدايره دي، الدايره دي بدات من ايه؟ رايت بنتكل بتاعت منها ابتدت. يلا بس يلا شطارها رايت بنتكل بنورا الارضي. ها البولاري كابيلا اللي عندها حفاظ شيل وتحول البلاد من فينوس ليها ريال ليها بنورا. بس دي يا جماعه اسمها بنورا سيركوليشن او بنسميها ليسر سيركوليشن اللي هي دوره سكر، دوره ايه؟ او دوره بنسميها رئويه لانها بتعدي على مين؟ ها؟ في بقى دوره ثانيه هنسميها بقى جريتر طويله وممكن اسمها سيستميك. زي ما بنسميها بالمونري سيركوليشن دي سميناها لانها بتعدي على مين؟ السيستم بتوفر. يلا يا جماعه دي اللي هتبتدي من مين ومين؟ هي دي صعبه؟ سهلة خالص. هتبتدي بقى من الدولة. لا انا بنسى خالص. يلا يا شباب يلا بسرعة. بتكلم على السيستم. اهو الارض. كابيلاري اللي عندها هيتحول. تعالى بقى الحته بقى جميله جدا. يقول لك ايه؟ انا خايف يا جماعه، انا خايف ان لما الفنتكل ده لما سواء ده ولا ده بيجيب كونتراكشن. لما بيجيب كونتراكشن يا شباب هتلاقوا في الفيديو موضحها. هو الكونتراكشن ده عشان يخ مين؟ بلط. يعني لو معانا مثلا لو مثلا لو دي الازازه دي، بس الازازه دي تكون مليانه مثلا ودي مفتوحه ماشي، بس الازازه دي بتقوم جاي تضغط على الازازه، ايه اللي هيحصل؟ اقول لان البريشر بيزيد على البطن والبطن يندفع. فانا خايف من مين بقى؟ خايف البنتكل يا جماعه لما يجي يعمل كونتراكشن. البنتكل الهول بتاعه سميك ولا سميك؟ وبالتالي لما يعمل كونتراكشن هيبذل ضغط كبير ولا ضغط بين؟ ضغط كبير. ضغط مين؟ ها؟ واضحه. فانا خايف من دول. انت خايف من ايه؟ خايف يا جماعه البلبس دي اللي هي التراكات هتسكر ولا لا؟ هتسكر. السكر دي قلنا بتسكر بحاجات ده شبهها بالضرب بتاع الباب كذا ضرب كذا ضرب كذا كسر. انا خايف مين؟ عارف اللي هو لما ازود الضغط قوي هنا يقوم الباب ده يفتح لبره. انا عايز الباب يفتح لبره في منكم ولا يسكر ويقف في مكانه؟ فهمت حاجه؟ انا خايف ان الباب ده اللي هي الباب بتاعته دي يقوم جاي راح منها راح فوق، لان الضغط هنا عذاب. يقوم البلاط اللي يحصل البلاط يطلع للاتريا. هل ده يحصل؟ لا ما يحصلش. سبحان الله ربنا بقى عامل حمايه
علشان اللي ايه؟ علشان اللي بتاع ده ما يحصلش حاجه اسمها ايفرشن، ايفرشن ما اعرفش خدت الاف ما خدتوش. ايفرشن يعني ايه؟ يعني البلب يفتح العكس. البلب يفتح مين؟ البلب يا جماعه سكر خلاص، انا عايزه يسكر في مكانه. الدور دي مادتين ما تفتحش من فوق دي اللي هي تحت مين؟ ها؟ جاب بلب يسكر طبعا. انا عايز ان الدولاب دي الولد ده يفضل في مكانه ولا انت هتحطه لو كنت انا هتودي مصيبه، لان الدم هي ايه؟ هيرد هيرجع تاني يا جماعه. واضحه؟ تخيل معايا، تخيل معايا ان دي مين؟ ها؟ دي ده مثلا ترايكاتلا اللي هو الثلاث ترايكات او الثلاث دولاب في حاجه. وهنا ده اللي هو رايت مين؟ رايت اتر. طب اللي تحت اسمه ايه؟ رايت مين؟ وجاب جاني جنب البنت ده هيدير مين؟ دي كونتراكشن. في عضله هنا يا جماعه، عضله جانبيه كده اسمها فابيلاري ماسل. اسمها مين؟ فابيلاري ماسل. دي عضله موجوده فين؟ في الهول بتاع البنت. اسمها ايه؟ فابيلاري ماسل. فابيلاري ماسل ديت طالع منها سترينج يعني احبال. الاحبال دي يا جماعه ماسكه في ايه؟ ماسكه في الكاسب في اللور ولا الابر؟ اكيد منطقه اللور شابكه فيها. ف دي اسمها يا جماعه الاحبال دي اسمها كوردري تندنوي. برضه النهارده كوردا تندي. كوردا تندي، الكوردا تندي دي اللي هي الاحبال دي العضله. هو انا قلت لكم البابيلر الماسل دي عضله في الهول بتاع البنفكن. عضله في الهول بتاع مين؟ يعني لما البنفكن ينقبض صح معايا؟ لما البنفكن ينقبض العضله برضه هي ايه؟ هتنقبض شطار. لما العضله تنقبض يا شباب العضله لما بتنقبض العضله مش صالحه تبقى شرطه. صالحه مين؟ ها؟ شرطه. تقوم جايه شاده في مين؟ ها؟ بيلا رماصه لما تنقبض تشد في الايه؟ الاحبال. اسمها مين؟ كورتي تندي. ها؟ كورتي تندي شابكه في مين؟ ها؟ شابكه في اللي هو برضه بتاع مين؟ او الدور سيرفيس. طيب وهي شداها بقى عشان يبقى عشان لما الضغط يزيد الضغط دي عايزه مين؟ ها؟ تيجي في الضغط الشديد يا جماعه عايزه تطلع مين؟ ها؟ ومين بقى اللي هيمنعها ما خدهاش؟ الاحبال دي شدها جامد. يا فهمت؟ فهمت بقى كل سن دي ايه؟ فين الفايده بتاعتها؟ ان هي بتمنع يا جماعه بتمنع الابرشن. الابرشن دي او بيقول لك معناها القصب دي اللي هو الورق او الضرب دي ما تفتحش ناحية مين؟ ما تفتحش ناحية مين؟ وبالتالي برضه يفضل مين؟ ها؟ صح؟ واضحة؟